in den 50er Jahren, dass er tot war. Ja. Also das der jüngste Beschuldigte, der für uns in Betracht kommt. أصغر المتهمين يبلغ من العمر 91 سنة. لا أحد منهم تحت 91. وفي السنوات المقبلة سيتراجع عدد الأحياء منهم للتحقيق معهم. Die wir noch als lebend ermitteln können. Karteikarten arbeiten. Ja. Und Sie haben hier ganz eine Gruppe. Dann vielleicht. Wenn man jemanden sucht, muss man schauen. عندما نتتبع أحدهم نبحث أولاً عن الأماكن التي سكن فيها وعن محل ولادته وعن أي أثر لما قد يكون فعله بعد الحرب. عليك أن تبحث من نطاق جغرافي إلى آخر لتجد محل إقامته الحالي. هي عملية تحقيق وفك ألغاز في آن معاً. Aber ich glaube,